أبدأ معك من هذه الكلمة التي يوجهها في هذه الأثناء عمران خان لأنصاره، ما المرتقب منها برأيك؟ تحية لك وللسادة المشاهدين. طبعا تأخر هذا الخطاب لأكثر من تقريبا 3 ساعات، حتى كان صوتي هو الخطاب الساعة 4 يتم تجيله حتى الساعة 3 ثم الساعة 3:45 قبل أقل من 5 دقائق تقريبا من الآن. عمران خان هو كان يرغب في الحشد الجماهيري، رأينا هذه الحشود تخرج اليوم وإن كانت لم تكن يعني بتلك الأعداد التي كان يعمل فيها حزب الإنصاف. رأينا اشتباكات في إقليم المدة تحديدا في منطقة فيض أباد راوة البندي الملاصقة لإسلام أباد. عمران خان هو طبعا بدأ في هذا الخطاب بالتنويه والتذكير بأنه أصيب ب4 طلقات في ساقه، ثم ترك الحديث للدكتور فيصل سلطان لأن يشرح للمتلقي طبيعة هذه الطلقات وأين تركزت في جسده. وهو أيضا يعني رجل هو حقيقة ماهر في كيفية جذب المشاهد والمتلقي في أو لصالحه إن صح التعبير. بعد هذا بدأ يتحدث عن أسباب ما حصل، الإطاحة به وكيف تمت الإطاحة به وأن تمت عبر مؤامرة أمريكية وأوامر من الولايات المتحدة الأمريكية، وأن هذه الحكومة إنما تمت عبر المال الأمريكي والدعم الأمريكي كما يعني كما هو يتحدث عن هذا، وأن فقط لتغطي على فسادها، وأنه كان بإمكانه أن يجابيها ولكنه لم يرغب أن ينفق المال العام فقط من أجل يعني من أجل أن يفوز في التصويت على السحب الثقة. طبعا من المتوقع يعني أن يعطي عمران خان خطته للمرحلة القادمة. غالبا عمران خان لن يتوقف، سوف يكمل المسيرة حتى دخوله إسلام أباد، وطلباته واضحة ومحددة، الإعلان عن موعد للانتخابات بأي يعني تحت أي ظرف من الظروف. هو فقط يحتاج إلى موعد للانتخابات، وهو أيضا سوف يحمل المسؤولية كما حملها سابقا لشهباز شريف ورانا سلام الله والميجر فيصل سلطان في الجيش الباكستاني مسؤولية التخطيط لاغتياله. سوف يتحدث عن هذا أيضا كذلك وسوف ينوه لهذا الموضوع. تقريبا عمران خان الآن يعني مطالبه محددة، محاسبة هؤلاء جميعهم، إقالة مدير الاستخبارات الباكستانية نديم أنجم. طبعا كل هذه المطالبات هي أساسا غير قابلة للتطبيق. ربما هو طلب وحيد فقط الذي ربما سوف يحصل، وهو أن تؤجر انتخابات أو أن يحدد موعد للانتخابات مبكرة. سيد حذيفة، نتابع وإياك هذا الخبر على الشاشة حول تصريحات عمران خان في هذه الأثناء، وأكد فيها أنه كان على علم بأنه سيتم الهجوم على موكبه قبل يوم من الهجوم. دعني أنتقل معك قليلا حول اشتباكات اليوم في البنجاب، هل تتوقعون مزيدا من التصعيد؟ وأذهب معك أبعد من ذلك، هل محاولة عمران خان اليوم يمكن أن تفجر الأوضاع في باكستان؟ هل من محاولات لاحتواء ذلك؟ ليس هناك أي محاولة لاحتواء ذلك من حزب الإنصاف. حزب الإنصاف يرغب في الذهاب إلى أقصى مدى ممكن، يريد أن يشحن الجماهير الباكستانية بأكثر بث من طريقة هذه العملية. عملية تغيير عمران خان، الرجل بنفسه تحدث يقول أنه كان لديه علم مسبق بأنه سوف يتم محاولة اغتيالي. إذا لماذا تخاطر؟ ليس تخاطر بحياتي، ليس تخاطر بحياة المتظاهرين. 13 متظاهر أصيبوا بالأمس وقتل أحد المتظاهرين. إذا تتحمل أنت مسؤوليتهم كذلك، تتحمل مسؤوليتهم حكومة البنجاب وشرطة البنجاب وإقليم البنجاب بحكم أن المظاهرة وقعت في إقليم البنجاب وبحكم أن عملية الاغتيال وقعت في إقليم البنجاب. لماذا تتحدث عن وزير داخلية حكومة الوفاق؟ لماذا تتحدث أنت وتحمل المسؤولية لأطراف أخرى؟ لماذا لا تحمل المسؤولية لمن يستحق أن يتحمل المسؤولية أساسا؟ ينبغي أن توجه أصابع الاتهام إلى رئيس وزراء إقليم البنجاب الوزيراهي، ينبغي أن توجه أصابع الاتهام إلى وزير داخلية إقليم البنجاب عمر سيمة، والذي عينه عمران خان مؤخرا قبل تقريبا أسبوعين أو 3 من
من الآن عمران خان يخاطر حقيقة بالمتظاهرين الذين معها الأبرياء المسالمين. لماذا قد يخاطر عمران خان علما أنه كان يعلم أنه مستهدف؟ ومن استفاد اليوم من محاولة الاغتيال هذا؟ هو المستفيد شخص واحد والمتضرر المتضرر من هذا هي الحكومة الحالية والمؤسسة العسكرية، هم أكثر من تضرروا من هذه المحاولة الفاشلة. المستفيد عمران خان والذي استفاد زخما شعبيا. هذه المظاهرات كانت ينبغي أن تصل هذه المسيرة إلى إسلام أباد يوم الثاني من نوفمبر، اليوم هو الرابع من نوفمبر ولم تصل هذه المسيرة بعد، بل تم تأجيلها حتى يوم 11 من نوفمبر. السبب في هذا يعود إلى ماذا؟ يعود إلى أن حزب الإنصاف لم يحشد العدد الكافي من الجماهير، لم يحشد العدد الكافي من المتظاهرين، فبهذه الطريق وبهذه العمليه الفاشله سوف يحصل على يعني على تعاطف شعبي، وهو ما حصل ترى في فتره سابقه راينا مثل هذا في عام 2007 بعد اغتيال بنظير بوتو، ثم راينا تعاطف شعبي مع حزب الشعب الباكستاني لينصب زوجها آصف زرداري كرئيس لباكستان. جميع اصابع الاتهام يعني تلقي بضوئها على حزب الانصاف، حتى فيصل واوده طبعا هو قيادي في حزب الانصاف تم طرده من حزب الانصاف قبل تقريبا اقل من اسبوع من الان، وذلك بعد مؤتمر صحفي تحدث فيه ان مظاهره عمران خان هي فقط مظاهره دمويه وانها سوف تكون ملأة بالجنائز، ولعلنا شهدنا اول جنازه يوم امس. يعني من لطف الله انها لم تكن جنازه عمران خان، والا لاشعلت باكستان عن بكره تبين. راينا رده فعل انصار عمران خان يوم امس من اغلاق الشوارع والطرقات واشعال النار في الطرقات، اليوم كذلك ايضا جميع الطرق يعني البوتر وصلت الى اشتباكات يعني الخطوط. اشكرك. طبعا الاشتباكات تفضل يعني كلمه اخيره ربما. بالنسبه للاشتباكات مع الشرطه الباكستانيه، هذه امور دائما تحدث في جميع يعني في جميع المظاهرات، ليس هذا بالامر الجديد. طيب. لكن ينبغي ان يتدخل احد ما لحل هذه الامور، الجميع يعلم من هو يعني من بامكانه حل هذه الامور، عمران خان يعلم هذا، الحكومه الحاليه تعلم هذا، المؤسسه العسكريه تعرف ان بامكانها وضع سيد حذيفه لكل ما يجري. عمران خان في هذه الأثناء يدعو أنصاره للخروج في احتجاجات ضد الحكومة حاليا، إلى ما قد يشير ذلك؟ إلى أين تتجه الصورة لديكم؟ هو يضغط الحكومة الحالية للذهاب إلى انتخابات مبكرة، ولكن لن يكون هناك أي إعلان عن انتخابات مبكرة ما لم تأتي أوامر عليا من صناع القرار الفعليين في باكستان. ما حصل من احتجاجات إما أن تصبح احتجاجات دموية حينها يجبر صناع القرار على الذهاب او يعني الذهاب الى اعلان انقلاب عسكري، وهو غير ممكن حاليا حتى بحسب حديثي مع حتى مقربين من حزب الانصاف وحتى احزاب اخرى، ليس هناك يعني اي شيء يدل على وجود انقلاب عسكري. ولكن هل هذا الغضب الشعبي هل يمكن ان يدفع الحكومه والبرلمان للذهاب نحو هذه الانتخابات المبكره، ام انه لا حل قبل تفجر الاوضاع بالنسبه لك؟ الأوضاع سوف تتفجر ربما أكثر من هذا، أنا أتوقع ربما سوف نرى دماء يعني في إقليم البنداب وفي إسلام أباد. البعض يرغب أن تصل الأمور إلى هذا المستوى. بالنسبة لعمران خان هو المستفيد من كل ما يحصل، حتى الحكومة القادمة بنسبة كبيرة هي لعمران خان، وإن لم يحصل فيها على أغلبية مطلقة أو أغلبية الثلثين، وهذا بحسب الوارد حاليا. الحكومة الحالية لن تعلن عن انتخابات الآن، الانتخابات التي سوف تعلن عنها سوف تكون يعني في شهر أبريل، وهي أقرب فرصة، ربما حتى فبراير أو يناير، ولكن ليس الآن. عمران خان هو فقط يرغب في الإعلان عن موعد الانتخابات، وهذا سوف يحدث.